سلام يا سعادة الباشا، شوية شاي بالهنا والصحة على بدر. بس يا سلام لو معاهم. بقول لك ايه، انت هتعدد ده شاي سندوتش حلاوة بالقشطة. حلو ليك يا باشا. رد. ايه الو؟ لا انا مش عباس، قصدي مش عباس باشا. مين يا سيف؟ المحامي يا باشا. هات 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 توفي. ايوه انت فين؟ هنا على الباب؟ فورا روح هات المحامي ومعاه واحد كمان، هاتهم لي وتعالى عليه. أوامرك يا باشا. هو انا جاي ومش عارف اللي عندي، اذا كان هيفيد في حاجه ولا هيبقى مجرد ازعاج لحضرتك، بس المتر هو اللي امر قال لي ما ينفعش في التليفون. قول لي بالظبط ايه اللي عندك. انا فعلا قلت له ما ينفعش في التليفون لموضوع مهم جدا. فريد بيقول ان الحاج بابا الله يرحمه قال له ان الراجل ده كان جبروت لبس مراته قضيه مخدرات. فانا كمحامي ناجح طبعا ما سبتش تفصيله زي دي قفشتها، قلت لا ده دي لو تتبعناها ممكن نوصل للحل. فحضرتك ممكن تكون محبوسه عند سيادتك. محبوسه عندنا انا؟ اسمها ايه؟ اسمها استنى ما تقولش. اسمها مدام ليلى. مدام اسمها مدام ليلى. تفكير. امرنا يا باشا. شوف لنا عندنا واحدة مسجونة في المخدرات كده اسمها ليلى. يوه ده احنا عندنا 30 ليلى يا باشا. رايحة فين يا مرة؟ أنت مش شايفاني؟ يا ساتر هو أنت؟ ده أنت مش مرة، ده أنت مراتيزم. تلاقي جاية مخدرة. بالله نسيب مداري. تاخدي عذر تديني الرز؟ لا خديهم بس خديهم، مش عايزة. لا خدي. كل حبيبتي هتسامحوني بوسع نجد. خدي انا قطعت جيتي قطعت. ما انا عارفاك يا ست قطعت، عارفاك كويس قوي. ماشي وزوجت حد في السجن؟ لا مليون. عارفه مين دخلك السجن؟ انت عارفه ايه اللي جابني هنا؟ اسالي نفسك، انت اللي جبتيني هنا. ما انا لو كنت شفت فلوسك ما كنتش شفت وشي هنا تاني. عيب يا اسطى دقدق، ده انت راجل ابن بلد وابن اصول وده مكان اكل عيشي. اعمل لك ايه عواطف؟ انا كل ما اسال عليكي في البيت يقولوا لي في الشغل، استنى لغايه لما ترجعي بعد نص الليل ما بتجيش، وانا بنام بدري انت عارفه. طيب بص يا اخويا اتكل انت على الله وانا ان شاء الله. لا 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 أخ. الموضوع ده بقى كده باين عليه عوا وهيطول، وانا مش فاضي ولا ليا خلق. كن في علم احنا لا بتوع محاكم ولا دياوي. دي سكة عايزة اللي يعيش لها، وانت كمان، انت كمان مش وش فضايح وجرس. اديك قلت اهو، لا وش فضايح ولا جرس. استر عليا الهي، استر عرض وليان. اسمعي بقى يا ست الناس، اسمعي. احنا بقى عندنا محاكم عدايه كده، قعدنا وحكمنا وخلصنا، وعقوبة ابنك مش هقدر اقولها في وشك، عارفة ليه؟ لأنك مش هتستحملي. انت برضه أم، ومش هيخلصك تترحمي على ابنك أبدا وهو صغير، صح؟ يا دكتور الرشيم. خلصي خلصي. حاضر يا اخويا. حاضر. سليم مالك يا بيه؟ ما بصريكي بقى ليه؟ زعلانة منك. بقى ليه مني؟ وانا ما يخلصنيش يا حبيبتي. قولي ده عمال من بيك اكبر وتدام عشان سيحتي في موضوع عبد الله. ما كانش العشاء عبد الله. بس انت ما حضفتنيش يا حبيبتي. انت حضفتيني لازم ما اقولش لحد. انا عرفت منك على طول ورحت مبلغه بعد بالبيت كله. ايوه لازم ارضعك. ايوه بس انا مفهماكي ومرسياكي. انا مش عايزه اجيب لهم سيره ليه؟ يعني دلوقتي بقى لو عباس بيه عرف وطردني
اخسى عليكي يا عواطف، يعني لما يكون عندك اي مشكله المفروض تقولي لي انا وجده، ولا انت فاكره ان انت ما تخصناش؟ شايفه؟ شايفه انت؟ شايفه العسل العسل السريع اللي لازم بتنزل من القعده والقعده؟ وانت البصل وليه مطلعه مصل وريحه مقتله؟ وما قدرك برضه يا ستي انا مش نازل موضوع عبد الله، ما فكرت ان انا نسياه. اسمعي بقى يا ستي، اللي احنا عاملينه عشان الزفت عبد الله ابنك. بص يا ستي الخطه كان ايه؟ ايه ده؟ لا عادي ما تتخضيش، ده العادي بتاعها. قطاطا ايه الخطه؟ ايوه الخطه. بصي بقى يا ستي الخطه، العربيه هتيجي تقف فين؟ تقف قدام باب البنك ماشي؟ ونميس وقف فوق السطح بتلاتة هليكوبتر وما وراها، وانت تروح داخلة بالحزام النافس وتروح داخلة مموت الناس وناخد احنا الدم والفلوس ويروح على جزر براي. يعني الطيارة مورة وانا هخش بالحزام الناسف اموت الناس؟ ده انا اموت نفسي واخلص، وابني بقى بالطريقة دي ضايع ضايع، مش كده؟ يا بنت الكلام اللي سمعته في اوضة النوم، اسمعي الخطة بجد بقى. احنا مين عدو الولد الاساسي؟ دؤدؤ. حلو قوي. بصي بقى يا ستي، انا بخصوص موضوع عبد الله ده قعدت فكرت ودبرت وجربت وعرفت بقى اعمل ايه. انا عرفته عن طريق صبياني وتلامذتي بعد السجن ان الراجل ده اسمه دؤدؤ، هو ده نصاب، هو النبي نصاب اعلامي، وهو ده عدونا اللدود. طب عرفنا ان هو عدونا نعمل ايه برضه؟ اقول لك نعمل ايه؟ الحبيب ابعديه والعدو قربيه، يبقى احنا لازم ايه نقرب لينا الواد دؤدؤ. مين عدو مين عدو عدونا؟ دؤدؤ. مين اللي اعتدى على التوك توك بتاعنا؟ دؤدؤ. مين اللي زنى ابنك عبد الله؟ دؤدؤ. بس يبقى احنا لازم احنا نجيب عندنا هنا دؤدؤ وناخد مننا حقه. خلاص؟ اسمعوا بقى الخير. ده يا عواطف يا نصابه يا حراميه. ايه؟ هو البيت ده ما فيهوش راجل يرد عليا ولا ايه؟ دؤدؤ حرام عليك، ده مكان اكل عيش يا دؤدؤ. فلوسي يا عواطف اخدها النهارده. عيب يا دؤدؤ، مفيش اصول كده برضو؟ مفيش اصول من النهارده يا عواطف. ايه ده؟ فلوسي. ايه ده؟ اوه كده هيتكسر مننا، حرام عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الهيصه دي؟ اكسكيوز مي، انت تطلع مين؟ انا دؤدؤ صاحب الدؤدؤ. طب وعايز ايه انت دؤدؤ؟ الست دي هي وابنها نصبوا عليا، ضيعت توك توك، قوتي قوت عيالي، انا مش همشي من هنا قبل ما اخد حقي.